الزراعه تخصيص 4.5 مليار جنيه لدعم المزارعين بمجال الانتاج الحيواني. انا في البدايه او في مقدمه الحلقه اتكلمت عن المشاريع الزراعيه والتنمويه، وده استكمالا لان انا كنت بقوله. أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن قطاع الإنتاج الحيواني يشهد طفرة كبيرة وعمليات تطوير مستمرة، موضحا أنه يتم عمل قواعد بيانات للإنتاج الحيواني بجانب التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، موضحا أن مشروع البتولو هو مشروع كبير لتشجيع صغار المزارعين للتربية وزيادة المعروض من اللحوم. أنا مش هكمل الخبر، أنا معايا خبر طويل، لكن أنا معايا على الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وحضرتك طيب. كل عام وحضرتك طيب، كل شعب مصر بخير، وسعيد بالتواصل مع حضرتك. ده شرف ليا، وعلى فكرة أنا كنت شايف حضرتك بتقوم بمجهود كبير جدا من سنين، وكنت بتتابع هذا الملف وبتسافر وبتروح جولات علشان يتم جمع للبيانات وإيصالها للمسؤولين. أكيد حضرتك كمتحدث إعلام النهاردة باسم وزارة الزراعة بتشعر بالنجاح وبالفخر لأنك تابعت الملف ده من بدايته. إحنا كنا بنسمع زمان المربي بيشتكي إن مفيش فلوس يأكل الحيوان بتاعه. احكي لي إيه اللي تم؟ يعني هنلخص اللي تم في هذه الفترة منذ دراسة أزمة قرض البتلو إلى أن نجحنا وبقى عندنا خبر بيقول 4.5 مليار جنيه. طبعا الاول يعني الحقيقه قناه مصر الزراعيه قناه هامه جدا بالنسبه للفلاح المصري، وطبعا الحقيقه دور حضرتك ودور كل الساده القائمين على القناه واضح جدا في تطويرها ونقلها نقله نوعيه الحقيقه، وبيتم شكر لحضراتكم. وطبعا احنا عندنا وزاره الزراعه كانت حريصه خلال الفتره السابقه لتطوير قطاعات الدوله المختلفه وقطاعات الانتاجيه المختلفة للقطاع الزراعي، والدولة كانت مهتمية بالقطاع الزراعي، ولما بقول القطاع الزراعي فاحنا بنعني كافة القطاعات المرتبطة بالقطاع النباتي، إنتاج حيواني، إنتاج داجيني، إنتاج سمكي، كافة هذه القطاعات هي قطاع أو قطاعات أو محاور من محاور التنمية الزراعية المتكاملة اللي بتقوم بها الدولة المصرية. في هذا الإطار الحقيقة الدولة المصرية كانت حريصة لما نتكلم النهاردة على قطاع الإنتاج الحيواني. بدأنا نشوف إيه هي الاحتياجات الموجودة عندنا، هنلاقي إن المزارعين الصغار ما بيقدروش إن هم يربوا رؤوس البتلو، فبيضطروا يبيعوها وبيتم ذبحها، وطبعا ده بيمثل هاتريك ان الحياه راس البتلو وزنها احنا بنتكلم اقل من 100 كيلو جرام، وفي حين ان احنا في قرار وزاري منظم لعمليات الذبح اللي هو بيحدد 400 كيلو جرام هو وزن الذبح المثالي لرؤوس المشي، فبالتالي احنا دلوقتي بنفقد جزء كبير من ثروتنا لان معدلات النمو بالنسبه للعجلات او العجول الصغيره بيكون كبير جدا، وبالتالي ده بيساعد في عمليات تحويل اسرع وبالتالي يدي انتاجيه اكبر للانتاج بتاعنا. صح. فطبعا علشان نحل هذه المشكله بدانا نتكلم على اليه تمويل لصغار المربيين علشان يقدروا يشتروا الرؤوس ويربوها. وطبعا احنا لما بنقول صغار المربيين فاحنا بنتكلم في من يربي 10 رؤوس او اقل، لان هو ده الهدف الرئيسي ان احنا بنخلق فرص عمل، بنخلق تحسين للدخول لصغار المزارعين والمربيين، بنخلق فرص ل زيادة رؤوس المشية، وكمان بنخلق فرص لزيادة إنتاجية الرأس نفسها، يعني احنا بنزود عدد الرؤوس، دي حاجة اسمها توسع أفقي، بنروح نفتح رؤوس جديدة، نزود رؤوس جديدة، نخلي فيه زيادة في عدد الرؤوس اللي موجودة، وكمان في نفس الوقت إنتاجية الرأس اللي هي كانت هتدي 80 كيلو أو 100 كيلو توصل ل 400 كيلو. نرفع من كفاءة التحويل. بالظبط، وبالتالي ترفع من كفاءة التحويل وترفع من دخل المزارع نفسه لأن هيعود عليه بالنفع بعد كده. طبعا بدا القرض ب 700 مليون جنيه، وبعد كده تم توجيه من السيد الرئيس الحقيقه بزياده القرض، فتم الزياده حتى وصلنا النهارده ان احنا بنتكلم في 4.5 مليار جنيه، استفاد بيهم اكثر من 28,000 مربي على مستوى الجمهوريه. حقيقه كمان في اهتمام كبير بان القروض دي تكون مخصصه للشباب وللمراه المعيله كمان بشكل خاص، اضافه لان هم كمان بنخدم بيه صغار المربيين كما قلت سابقا. وكمان الحقيقه احنا مش بس اكتفينا بده، احنا كمان عملنا بروتوكول تعاون كوزاره زراعه ما بين او بروتوكول ثلاثي ما بين وزاره الزراعه، البنك الزراعي، وزاره التموين، علشان نجيب، وطبعا معانا الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني، علشان نجيب رؤوس الماشيه المحسنه وراثيا او اللي هي عاليه في الانتاج من الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني نديها للمربيين، فنقوم نعمل تطوير كمان في الانتاج في اطار ان احنا بنحاول نعظم من الانتاجيه. طبعا هذه الرؤوس بتدي معدلات تحويل اكتر بكتير،
بتدي معدلات البان اكبر بكتير، وبالتالي ده يساعد في ان احنا نزود من حجم المعروض سواء من الالبان او من اللحوم. ولما نتكلم على الالبان او اللحوم فهنلاقي الدوله ما اكتفتش بان هي تعظم من الانتاج بالنسبه للانتاج على في المزرعه نفسها، وانما احنا كمان اهتمينا بالمجالات المرتبطه بالانتاج. يعني الالبان لما هتطلع هتروح فين؟ فكان لابد ان احنا نبدا نجمع الالبان دي في اماكن معده خصيصا لتجميع الالبان، وتكون على اعلى مستوى ومطابقه لكافه المواصفات والاشتراطات الدوليه والقياسيه. عشان كده الحقيقه كان توجيه السيد الرئيس كان واضح جدا في التوسع وفي تطوير وتجهيز مراكز تجميع البان على اعلى مستوى. والحقيقه الدوله المصريه والسيد الرئيس وجه الحقيقه بان احنا يكون عندنا تخصيص لان احنا ندي الشهاده الدوليه الخاصه بسلامه الغذاء اللي هي الهاسب، نديها بشكل مجاني لكل مركز تجميع البان يطور من نفسه او يتم انشاؤه بشكل جديد. فالشهاده دي لوحدها بتتكلف 50,000 جنيه، احنا بنديها بشكل مجاني كامل لكل المراكز اللي بتقوم بعمليه التطوير. على الوجه الاخر او في الناحيه الاخرى اللحوم، احنا عشان نضمن جوده اللحوم فتم او بيتم اعداد مشروع قومي لتطوير المجازر المختلفه على مستوى الجمهوريه. والحقيقه وزاره التنميه المحليه شريك اساسي في هذا الامر، وطبعا هيئه الخدمات البيطريه، والحقيقه جهود كبيره بتبذل من اجل تطوير المجازر المصريه بالشكل اللي يحقق برضه صحه وسلامه المنتج المعروض امام المواطن المصري. على فكره الملف ده فيه جوانب كثيره جدا، بتوفر فرص عمل، بتوفر حياه كريمه، المراه استفادت، الشباب استفادوا، المواطن العادي. وعايز افكر حضرتك بحاجه يا ريت تشرحها للساده المشاهدين. من حوالي 5 سنين أو 4 سنين كنا داخلين على شهر رمضان، كنا بنتكلم على ارتفاع جنوني في اسعار اللحوم قبل طرح مشروع قرض البتلو، وكان في نظرة تشاؤمية. لولا تدخلات الدولة ووزارة الزراعة بضخ ميزانية لقرض البتلو باستيراد لحوم طبقا للمواصفات المنضبطة، ده أدى إلى استقرار سوق اللحوم في مصر. لأن في ناس كتير تقول لك طب بعد الـ 4.5 مليار أنا ما شفتش كيلو اللحمة رخص. لا، كيلو اللحمة النهاردة سعره مستقر، ما ارتفعش، ونقدر نقول إن احنا ممكن في القريب العاجل نقول إن احنا يعني هنبتدي نزود في المعروض في السوق المصري بدرجة كبيرة جدا. طبعا الحقيقة كلام حضرتك كلام فعلا صحيح 100%. احنا كان عندنا الحقيقة في تحدي كبير بواجه المتوسط الاسعار وزياده في الاسعار بتحدث في اسعار اللحوم، خصوصا في فترات المواسم اللي هي فترات رمضان، عيد الاضحى، المناسبات اللي كان بيبقى فيها ارتباط بشكل او باخر باستهلاك كميات اكبر من اللحوم، فكانت دي بتؤدي الى ارتفاع اسعار اللحوم بشكل كبير. لكن النهارده لو رجعنا برضو للفتره دي هنلاقي ان احنا كان متوسط الاكتفاء الذاتي بالنسبه لنا من اللحوم كان تقريبا حوالين ال 40%. النهارده احنا كنا متوقعين وكنا مخططين بناء على الدراسات اللي كانت موجوده ان احنا نوصل ل 50%. نتيجه تضافر الجهود اللي حصلت، نتيجه توجيهات القياده السياسيه، نتيجه ما تقوم به الدوله المصريه ووزاره الزراعه من جهود مكثفه ومضنيه في كافه القطاعات المعنيه بتطوير القطاع الزراعي وفقا لرؤيه مصر 2030، النهارده احنا وصلنا ل 57%، اكثر من المسالف اللي احنا كنا عايزينه بشكل كبير. وان شاء الله تستمر عجلات التنميه بشكل اكبر وتتوسع بشكل اكبر ونقدر نحقق طفرات اكبر في المستقبل. بس خليني اقول لك على حاجه برضو كمان يا سامح، الحقيقه احنا لما بنتكلم على تنميه في المجال الانتاج الحيواني خلينا ناخدها بشكل اكبر شويه ونتكلم على البروتين من اصل حيواني. الحقيقه البروتين احنا نقدر ناخده من الانتاج الحيواني، وده مصدر من المصادر المهمه جدا بالنسبه للانتاج البروتين من اصل حيواني. ولكن احنا بيواجهنا في هذا الاطار تحديات كبيره، زي احنا طبعا عندنا اكيد حضرتك عارف الموقف المائي، ان احنا بنعاني من خط تحت خط الفقر المائي، وده بيتطلب مننا جهود كبيره واستثمارات كبيره بالدخان الدوله المصريه في اعاده استخدام الميه مره واثنين وثلاثه. وكمان على الجانب الاخر احنا عندنا برضو جهود كبيره بنقوم بيها لان احنا ما عندناش كمان مراعي، فده بيخلينا ان احنا نتوسع في توفير الاعلاف الجافه واعداد الدراسات المعنيه بهذا الامر. والحال مركز البحث المتخصصه بتقوم بدور كبير في هذا الاطار، فده مصدر من مصادر البروتين. يعني احنا قصد حضرتك بنشتغل باقل الامكانيات الطبيعيه المتاحه، ما عندناش موارد طبيعيه، حصتنا في من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب مع الزياده السكانيه، كيلو اللحوم وكيلو الالبان بيستهلك كميات كبيره من المياه. وعاوز اضيف لكلام حضرتك ان مركز البحوث الزراعيه قام بدور جميل جدا عند استنباطه اصناف من الاعلاف الخضراء بتدي انتاجيه مرتفعه جدا اضعاف الاصناف العاديه، فدي كلها ساعدت فعلا ان احنا نوصل لل 57% اللي حضرتك ذكرتهم من الاكتفاء الذاتي. واعتقد ان القادم هيكون افضل ان شاء الله.
انا طبعا لما كمان نتكلم على البدائل، معلش يا سامح، لما نتكلم كمان على البدائل اللي بتقوم بها الدوله زي التوسعات اللي بتقوم بها الدوله المصريه في مجال الانتاج الداجني، اللي يمكن دي مرتبطه بشكل كبير جدا برضو بان يبقى في استقرار في اسعار اللحوم، لان ده احد البدائل الرئيسيه للحوم الحمراء. كمان نفس المجال في انتاج السمكي اللي التوسعات كبيره وجهود كبيره بتبذل في مجال التوسع في الانتاج السمكي، فكل ده بيساهم في مزيد من الاستقرار ومزيد من توفير السلع والخدمات للمواطن المصري. ان شاء الله نفسي حضرتك تنورنا ونتكلم اكتر بتفاصيل ادق على الهواء قريب باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.